السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف الحال ديالكم؟ بأمر الله، بإذن الله سوف أبدأ بتسجيل فيديوهات عن الجواد الحقيقي، الجواد الحقيقيين والجواد الشياطين الذين يأتون في صورة الجواد الأصليين الحقيقيين، وهم من الشياطين الدائرة الترابية الأرضية. وسأتكلم بإذن الله عن الجواد، عن الملكة ميرا، تاجة، حمو، حمادي، شمهاروش، إيطو، فاطمة، وعن أولياء الله الصالحين بالأدلة وبالخبرة وبما عصرته مع الشيوخ وبما رأيته في تجربتي وبما يقال أو لا يقال من تزييف وتغيير الحقيقة وتدليس في هذا العالم، عالم الروحانيات، ما يسمى بالجواد. هذا عالم أرضي سفلي، دائرة أرضية ترابية سفلية، أو يسمى بعيشة، أو بعيشة قنديشة، أو بعيشة مرة الغابة، أو بعيشة صاحبة الواد، أو صاحبة الجبال، أو صاحبة الطرقات، أو صاحبة زيادة على الألوان إن شاء الله، اللون الأحمر واللون الأصفر واللون الأزرق واللون القوقي واللون الأبيض واللون الأسود واللون الأخضر. كل هذه الأشياء إن شاء الله انتظروا قريبا بحقائق وأدلة وبراهين وأوراد إن شاء الله بإذن الله. نزل الاشتراك والدعم والبارتاج بإذن الله بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.